برحب بحضراتكم. ميعاد الساعه الثانيه من هذا الصباح فقراتنا الحواريه. اول حوار معانا طبعا كلنا شايفين وحاسين حقيقه بالارتفاع الفظيع لدرجات الحراره، وشايفين ومتابعين اخبار الحرائق اللي من تركيا شرقا للجزائر غربا، ويعني للاسف هي منتشره في اكثر من دوله من دول اوروبا. بنشوف العشرات من الناس بيموتوا بسبب موجه الحر الشديده. يعني واضح ان الارض الحقيقه بتعلن غضبها بسبب التغيرات المناخيه اللي حصلت، وللاسف طبعا الانسان هو السبب فيها ده وفقا لتقرير الامم المتحده اللي بيقول ان التغيرات المناخيه هتستمر معانا لعشرات ان لم يكن لمئات السنين لو ما بدأناش من دلوقتي. كان المفروض نبدا من قبل كده. درجات الحراره زادت تقريبا 1.1 السنه دي، ومتوقع انها تزيد تقريبا 1.5 2030. تغيرات مناخيه كتير جدا. طب ايه اللي احنا ممكن نعمله والدنيا ممكن تكون رايحه لفين؟ خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال هذا الحوار اللي بيشرفنا فيه في استوديو هذا الصباح استاذ دكتور محمد محمود عيسى رئيس هيئه الارصاد سابقا والخبير في التغيرات المناخيه. برحب بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اسمح لنا يا دكتور نخرج لتقرير كده نعرف الساده المشاهدين ايه ابرز ملامح التغيرات المناخيه، ونرجع على طول لبدايه حوارنا. خليكم معانا. في اليوم العالمي للشباب تسعى الدوله المصريه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم الخطأ، وأول ما التقرير يكون جاهز معانا إن شاء الله هنعرضه. برجع مرة تانية برحب بضيفي الكريم أستاذ دكتور محمد محمود عيسى رئيس هيئة الأرصاد سابقا والخبير في التغيرات المناخية مرة تانية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، يعني بداية إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إيه سبب ارتفاع درجة الحرارة اللي إحنا فيه ده دلوقتي؟ هو طبعا اختلف العلماء في كده. علماء المناخ بيقولوا كلام، وعلماء تلوث الهواء بيقولوا كلام تاني اللي هم البيئة. علماء المناخ بيقولوا ان التغيرات المناخية اللي بتحدث دي تغيرات طبيعية وبتتذبذب من سنة لأخرى. يعني بتلاقي في سنة بتتميز بالبرودة، وفي سنوات بتتميز بالحرارة. تمام. في تذبذب زي ما موجود في كل حاجة، وده نتيجة عوامل فلكية. وخاصة ان مصدر الحرارة الرئيسي اللي موجود على الكرة الارضية هي الشمس. الشمس مش ثابتة، لا بتتغير شدتها من يوم لاخر ومن عام لاخر، لان زي ما الارض بتدور حوالين نفسها الشمس ايضا بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين مركز المجرة واحنا بنتبعها. تمام. فدي كلها تغيرات طبيعيه، بالاضافه لكده ان في الشمس، في العواصف الشمسيه. العواصف الشمسيه دي ليها تاثير كبير جدا على درجه حراره الكره الارضيه. وحتى لما نلاقي ان درجات الحراره بتاعت الكره الارضيه تلاقي في سنه 1878 اللي كانت بتتميز فيها باعلى كميه عواصف شمسيه، انها كانت فيها الارض اعلى ما يمكن في درجه الحراره. درجه الحراره فيها وقتها كانت عاليه. ده بيؤيد الكلام اللي انا بقوله ده. فطبعا انا من النوع اللي بؤيد هذا، ان التغيرات الطبيعيه اقوى بكثير من النشاط الانساني. النشاط الانساني بيتميز فيه الغازات بتاعه الصوبة الدفيئه اللي هي فعلا ليها تأثير على درجة حرارة الكرة الأرضية. لولا هي كانت درجة حرارة الكرة الأرضية متوسطة ناقص 14 درجة. لولا الغازات اللي هي ثاني أكسيد الكربون والميثان دي اللي بتحتفظ بالحرارة وترجع تبصها تاني، اللي بتخلي متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية 14. يعني بترفعها حوالي 30 درجة. ليها تأثير، بس ما تقيسي كمية بتاعت غازات الصوبة الدفيئة الناتجة عن النشاط الإنساني هتلاقيها لا تقارن بالكميات الطبيعية اللي موجودة، لأن أنا عندي في المحيطات في الكائنات الحية اللي عايشة فيها دي كلها بتطلع غازات الصوبة الدفيئة. الغابات والشجر اللي بيطلع ثاني اكسيد الكربون، وخاصه ان الكره الارضيه
اليابس بالنسبة للمية للمية التلت، المية تلتين. وبعدين الإنسان بيعمر ما يجيش حوالي 20% من اليابس. تمام، ده رأي مهم جدا يا دكتور، محتاج توضيح أكتر لأن هو شوية مغير للي بيتم تكراره إعلاميا دلوقتي. خلينا نقف عنده بمزيد من التفاصيل، لكن احنا التقرير جاهز معانا دلوقتي، ممكن نتابع هذا التقرير ونعود من جديد لاستكمال هذا الحوار. أرجوكم ابقوا معنا. عكست الظواهر المتعددة ما بين ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وحدوث فيضانات عارمة في عدة دول، بجانب اندلاع حرائق ضخمة في الغابات في عدة مناطق حول العالم بما فيها منطقة سيبيريا القطبية، عكست مدى التغيرات العنيفة بل والمتطرفة للمناخ على الكرة الأرضية، وهو الأمر الذي حث بخبراء المناخ بالربط بين هذا الطقس المتطرف والتغير المناخي. وأسفرت موجة الحر غير المسبوقة التي شهدها العالم عن اندلاع حرائق الغابات على نطاق واسع في العديد من الدول في قارات أمريكا وأوروبا وإفريقيا وأسيا، وأدت حرائق الغابات إلى مصرع مئات الأشخاص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات هائلة من الغابات وأيضا الأراضي الزراعية، فضلا عن إجبار الملايين على الفرار من منازلهم بعد التهام النيران لها، وهو الأمر الذي سيتسبب على المدى القصير في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع عدد الجوعى على مستوى العالم. كما تسببت الفيضانات التي تعرضت لها عدة دول في أوروبا وأسيا في وفاة العشرات وتدمير الممتلكات وتشريد الآلاف وإجبارهم على ترك منازلهم، فضلا عن إتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير المنشآت بالمناطق المنكوبة. وأرجع خبراء المناخ هذه الظواهر المنفردة في الطقس إلى الاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكب الأرض وما صاحبه من ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات قياسية. وفي هذا الإطار حذر تقرير أعده خبراء المناخ في الأمم المتحدة أن التغير المناخي سيؤثر بجدة على حياة كوكب الأرض في غضون 30 عاما إن لم يكن هناك تحرك جاد من جانب العالم للحد من احترار الأرض. وعلى نفس المنوال، فقد أوضحت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي أن التغير المناخي كبد العالم خسائر قدرها 268 مليار دولار في عام 2020. ويشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التحول العنيف في الطقس بسبب التغيرات المناخية يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بالعديد من القطاعات، بل قد يصل الأمر بإفلاس بعض الشركات من أجل الحد من أثار التغيرات المناخية. طب احنا بنفكر حضراتكم مرة تانية بشكل سريع برأي دكتور محمد محمود عيسى رئيس هيئة الأرصاد سابقا وخبير في التغيرات المناخية، ان التغيرات اللي احنا فيها وفقا لخبراء المناخ بسبب التغيرات الطبيعية اللي بتحصل من وقت للتاني على كوكب الأرض، التغيرات المناخية الطبيعية، في مقابل رأي علماء البيئة ان بسبب التلوث. ارجع مرة تانية المزيد من الإيضاح للنقطة دي. طيب هل ده معناه ان الظواهر اللي احنا شايفينها النهارده دي كانت حاصله قبل كده؟ يعني احنا في رصدنا للحرائق او وفقا للتقارير حتى اللي بيتم رصدها ان احنا يعني الموضوع ده تم بشكل غير مسبوق. وطبعا كان بتحدث قبل كده بكتير، وطبعا اللي خلانا نحس بيها اكتر وطبعا زياده عدد السكان على مستوى العالم، فأصبحوا أن كلهم بيتجهوا لتعمير أماكن غير مأهولة بالسكان، وقد تكون تعمير هذه المناطق بدون دراسة للمناخ بتاعها، يعني قد تكون زي مثلا احنا عندنا أول ما بدأنا نعمر سيناء ونعمل منتجعات سياحية ما كناش منتبهين لموضوع السيول واللي بتحدث، ففي البداية دمرت معظم القرى السياحية بسبب السيول. ابتدوا بقى يعملوا الدراسات البيئية اللي هي بياخد حذره وبيبتدي ياخد إجراءات لحماية الأماكن والمنتجات السياحية من المخاطر الجوية. على سبيل المثال كل المناخ أصلا منذ القدم دي المخاطر بتاعته، وقبل ما تبدا الموجه بتاعه التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري دي كنا احنا في مصر منتبهين لهذا الموضوع، وكان حتى تاثير المناخ على الزراعه
ان ممكن ان بيبيد المحاصيل الزراعيه ارتفاع درجات فبدأنا الحراره. فبدانا بالتعاون مع وزاره الزراعه في انشاء معمل المناخ الزراعي اللي هو مهمته توظيف النشره الجويه، انه يعطي نصائح للفلاح ازاي يتعامل مع المحاصيل الزراعيه، يا اما يستفيد بالمناخ يا اما يتجنب اضراره. تمام. طيب دكتور، دلوقتي كل المطالبات وفقا حتى لتقرير الامم المتحده ولخبراء التغيرات المناخيه بيطالبوا بضروره التدخل فيما له علاقه ايضا بالتلوث، يعني الى اي مدى كان حضرتك في بدايه كلامك شايف ان التلوث بيأثر بس مش بالشكل اللي احنا شايفينه، لان السبب الرئيسي بيرجع للتغيرات المناخيه زي حضرتك ما قلت العواصف الشمسيه وما الى ذلك، لكن الى اي مدى يمكن فعلا التحكم في معدل التلوث يقلل من هذه التغيرات المناخيه او هذه الظواهر او تداعياتها؟ يعني احنا مش هنغير. انا هفجر قنبله دلوقتي. اتفضل. ما من البدايه في قنبله اتفجرت. التلوث اخطر من اللي هما بيقولوه على التغيرات المناخيه. يعني كانت اتجهت الدراسات قبل كده كلها تاثير التلوث على المحاصيل الزراعيه، على صحه الانسان وهكذا. وعلى بقاء الحيوانات. كله، على كل الكائنات الحيه. اتضح وبالذات في اوروبا وامريكا، وده شعوب متحضره، ان فعلا بداوا يقفلوا المصانع وبداوا اللي هي زي مصانع السيراميك، مصانع الاسمنت كلها، وينقلوها للدول اللي هي زينا الاقل، يعني الاقل علما بهذه المخاطر. اتجه اصحاب الصناعات وخصوصا صناعات السلاح الى ابتكار وسيله لالهاء الشعب عن موضوع التلوث، ودخلوه في موضوع التغيرات المناخيه، وهم عارفين هيطلع ناس يقولوا الكلام ده غلط ويطلع ناس يقولوا الكلام ده صح، وتقوم خناقه بين الطرفين وهم شغالين وهم بينتجوا. وتلاقي في امريكا يقول لك احنا معترفين ومش عايزين نعترف بالاتفاقيات دي، والعالم متجه لتمرين. انا عامل بحث، يعني قد يكون من البحوث القليله اللي اتعملت على مستوى العالم اللي هو التنبؤ المستقبلي بدرجه حراره الكره الارضيه، ومتنبئ فيه بالفترات اللي بيكون فيها برد الشديد اللي فيها يعني دي ممكن يتم رصدها يا دكتور وتحديد مواعيدها، يعني في توقعات بيها. يعني اسمح لنا معانا مداخله هاتفيه دكتور، استاذ دكتور مجدي علام امين عام خبراء اتحاد البيئه العرب. برحب بحضرتك دكتور مجدي، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. دكتور احنا بنتكلم عن التغيرات المناخيه والتداعيات اللي بدانا نشوفها دلوقتي من حرائق للغابات وعلاقه هذا بالتلوث البيئي وفقا لتقرير الامم المتحده الصادر يوم الاثنين الماضي. طبعا هو ليه علاقه مباشره، لانه جزء من التلوث البيئي الغازات المسببة للاحتباس الحراري. احنا بنتكلم على أكسيد الكربون والميثان والأكسيد النيتروجين والH2S ومجموعة من الغازات اللي هنقول عليهم الغازات الستة اللي مسببة للاحترار. يعني هذه الغازات عندها صفات إنها بتسمح بدخول الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية لسطح الكرة الأرضية، والمفروض انها تسمح بخروج جزء منها. يعني المفروض انه مثلا 50% من هذه الغازات بتبقى داخل الغلاف الجوي فوق سطح الكره الارضيه، و 50% بيطلعوا بره الى الطار الكوني. يعني اللي حصل انه مع هذه الغازات الاحتباس الحراري اصبحت تشكل نوع من العائق، لانها عملت زي غلاف زجاجي حول الكره الارضيه. الأشعة تحت الحمراء المسببة الرئيسية للتسخين لا يسمح لها بالخروج. بداية من الثورة الصناعية حتى الآن تراكمت الملايين من الأطنان من جزيئات غازات الاحتباس الحراري، بحيث أنها أصبحت تشكل عائق أمام خروج الأشعة تحت الحمراء المسببة للحرارة خارج إطار الغلاف الجوي. وأصبح الغلاف الجوي أصبح بدلا من أن يكون فلتر يدخل ويخرج بعض الغازات أصبح حابسا ومحبس لهذه الغازات اللي مسببة لارتفاع درجة الحرارة، فبتظل موجودة فوق سطح البحيرات وسطح المحيطات وسطح الكرة الأرضية، تسخن البحار والمحيطات وسطح الكرة الأرضية.
هذا التسخين اللي بيحصل كنا متوقعين أو العلماء اتفقوا درجة واحدة كل 100 سنة. فوجئنا إن الموضوع بيتسارع، قال لك ده هيبقى 2050 هنوصل درجة ونص زيادة. آخر حاجات قالت لا 2040 هنوصل درجة ونص زيادة. لغاية الأسبوع اللي فات هنوصل في 2025 درجة ونص زيادة اللي المفروض كنا نوصلها في القرن في 100 سنة. وبالتالي احنا متوقعين انه هذه الزيادة المتسارعة اللي ممكن تحصل قبل 2025 يعني في السنوات القليلة الماضية تكون هي اللي مسببة لكل اللي احنا بنشوفه ده، سواء عصير في غير مواعيدها بشدتها العنيفة، سيول، طوفان، فيضانات، والمقابل الآخر في أجزاء من الكرة الأرضية احتراق لآلاف الهكتارات من الغابات ونتيجة الجفاف اللي حصل سواء في كندا أو في أستراليا أو في إيطاليا أو في تركيا وفي الجزائر مؤخرا وتونس. هذه الحرائق اللي بتحصل نتيجة الجفاف اللي حصل فجأة في هذه المساحات، وبالتالي هذا الجفاف مع أي اشتعال بسيط نتيجة تراكم أوراق أشجار مبتلة تحت أوراق أشجار جافة تشتعل أرض الغابة، وحينما تشتعل هذه الأشجار تشتعل وتمتد إلى زي ما شفنا في كاليفورنيا لوحدها بيفقدوا آلاف الهكتارات، يعني بيفقدوا السيطرة عليها بشكل كبير. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، شكرا يا فندم على هذه المتابعة وهذه المعلومات. أعود مرة أخرى بحديثي لدكتور محمد محمود عيسى رئيس هيئة الأرصاد سابقا وخبير التغيرات المناخية. ده رأي علماء البيئة، زي ما حضرتك قلت إن إحنا عندنا رأيين، رأي تغيرات خبراء التغيرات المناخية ورأي خبراء البيئة. خبراء البيئة بيعزوا الأمر فعلا للتلوث هو سبب احترار وسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض. النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل هذه المداخلة الهاتفية وحضرتك تحدثت عنها هو إمكانية التنبؤ بالتغيرات المناخية. طيب في حال ان في إمكانية للتنبؤ بالتغيرات المناخية، هل لا يوجد استعدادات خاصة من الدول المتقدمة؟ احنا شايفين حرائق الغابات الحقيقة في أستراليا وفي أمريكا دي، يعني الموضوع بيتكرر كل سنة، وكل سنة الحقيقة بيقضي على مساحات كبيرة للأسف بتروح ضحيته حيوانات كتير جدا وثروة طائلة. يعني مع إمكانية التنبؤ بهذا الأمر ليه ما بيكونش في استعدادات لاحتوائها قبل اندلاعها، ولا صعب؟ هو طبعا الموضوع دوت قديم، يعني من قبل موضوع التغيرات المناخية ومن أيام ما كان الدكتور مجدي علام هو أصلا طبيب. طبيب يعني مش بس هو ليه باع كبير طبعا، راجل مثقف وصديق شخصي يعني، متابعه في صديق شخصي يعني في الملف البيئي المتقدم ايضا اكثر من ثقافته وداخل في علوم كثيره جدا منها الدين ومنها المناخ وكده، وشخصيه جذابه يعني. بالنسبه لموضوع الحرائق والحاجات دي، وطبعا منذ القدم انا عامل بحوث فيها، في نماذج ومقاييس عملها الدول للتنبؤ والانذار المبكر بالحرائق الذاتية. هو ايه اللي بيحصل؟ النباتات او الاشجار بالذات اللي الورق بتاعها بيبتدي يقع في الخريف وكده، اللي هي بيسموها الاشجار المتسقطة عشان بتسقط الورق دي، ليها ساعة بيولوجية. تتلاقي اول ما الليل يبتدي يقل والنهار الليل يبتدي يزيد وقته يطول، يعني فترته يطول، يبتدي يفرز احماض توقف النمو بتاعه، لان المحاصيل دي او الاشجار دي حساسه جدا للبروده. لو جات لها موجات بارده تموتها، فيقول الله سبحانه وتعالى خلق فيها القصيه دي هي تموت نفسها طبيعي كده لحد ما يعدي الموسم بتاع البرد ده. وبعدين تبتدي ما يشبه البيات، يعني البيات الشتوي للتعبين والفلان والحاجات دي، فتبتدي هي ما تبتدي تدخل في الطول ده اللي هو طول السكون والحاجات دي تسقط الورق بتاعها. اما الورق بتاعها ده يبتدي يقع في الارض ويجي طبعا في اوراق لسه ما وقعتش بيحصل لها عمليه الندى، تقوم تسقط الندى على الاوراق اللي واقعه في الارض دي، وهي اوراق بتبقى جفت لان بتيجي في الموسم الحر يعني. اما تجف تبتدي تتحلل، تحللها يديني غاز الميثان.
غاز الميثان ده سريع الاشتعال. فتلاقي لسبب او لاخر ممكن حدوث البرق، ممكن تجمع الاشعه الشمسيه زي العدسه بتاعت زمان دي ما كنا نحطها ونقعد في الفصل نلسع قفا اللي قدامنا وكده بيها بتحرق، تؤدي الاشتعال طبعا، تؤدي دي الاشتعال الذاتي. وساعات يكون في مثلا البرق ممكن يجي بيعمل حرايق في الاعصار اللي فيه نار، بيحدث اللي مذكور في القران يحدث برضك الحرايق. كل هذه اسباب اللي هي بتسبب، وحاجات موجوده ومعموله الدراسات دي من حوالي 100 سنه. يعني من قبل موضوع التغيرات المناخيه زي ما يقولوا يتكلموا عليه الدكتور مجدي علام والدكتور مصطفى طلبه والدكتور اصلا غيرهم من خبراء البيئه. طيب ارجع لنقطه يعني طالما ان بيبقى في تنبؤ صعب ان يعمل حتى حصار لبؤره انتشار الحرائق، يعني ان احنا نقدر ان احنا نقلل لان بتخرج عن السيطره. المقاييس اللي عاملينها دي والبرامج التنبؤ بيها دي المفروض ان يتم تنظيف الغابات من الاوراق اللي واقعه. يعني في اقتراحات طبعا في يعني في يعني برامج وقايه كتير جدا. يعني انا بصراحه زرت كوريا الجنوبيه برفع لهم القبعه فعلا في الموضوع ده. تلاقي تمشي في الغابه كل شجره عليها صفيحه كده زي رقم العربيه ليها رقم، وكل مجموعه اشجار في مسؤول عن رعايتها سواء بالتثبيت سواء بالتغذيه سواء الامراض سواء يعني رعايه متكامله. وتلاقي بين كل شجره والتانيه مسافات بحيث لو حدث حاجه ما تنقلش للتانيه. يعني فعلا يعني شايف ان في اجراءات للحمايه. طب إجراءات لو رجعنا لارتفاع اللي بيحصل ده اهمال. طب لو رجعنا لارتفاع درجات حراره الارض طالما في امكانيه للتنبؤ نقدر ان احنا نعرف امتى ممكن ترتفع او تنخفض درجه حراره الارض وفقا لزي ما حضرتك قلت التغيرات الفلكيه والنشاط الشمسي. بتوقعاتك امتى ممكن ترجع درجات الحراره لمعدلاتها الطبيعيه؟ هو طبعا موجات والموجات دي فيها تذبذبات. يعني انا متوقع ان بدايه من سنه 2060 هنبدا داخلين على حاجه اسمها العصر الجليدي. العصر الجليدي مش يعني مش هنبقى مجمدين، لا، عدد ايام البرد بتزيد. زي احنا دلوقتي ما بنقول الشتاء الصيف دوت والشتاء ده حار. قد يكون درجات الحراره ما عليتش قوي لكن عدد الايام اللي شديده الحراره زادت. فلما تزيد بنقول ان متوسط السنه دي بس بيتم تسجيل، يعني بيتم تسجيل اتقال ان مثلا الكويت 54 درجه، كندا وصلت 50 درجه، يعني في بيتم تسجيل ارتفاع درجات الحراره. يعني انا مقتنع بحضرتك وبقول لحضرتك ان ده نتيجه ايه؟ عوامل فلكيه. الشمس وهي بتدور حوالين نفسها مش كل جزء منها نفس الحرارة بتختلف من عام لآخر حسب، وده هو اللي بيسبب تغير درجات الحرارة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ دكتور محمد محمود عيسى رئيس هيئة الأرصاد سابقا خبير في التغيرات المناخية. شكرا يا فندم على هذه المعلومات اللي شاركت بيها معنا، وشكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الصباح، نروح لزميلتنا شروت حمدي وقراءة في أهم وآخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. من بعدها زميلنا عاصم أبو الغار هيستكمل معاكم فقراتنا الحوارية. خليكم معنا.